العموم السياسات التي لها علاقة بالقطاع. من هنا نرى ضرورة تأهيل معهود الدراسة القضائية السياسات الإسلاميين مختصين في علم الإجتماع وعلم المال العام وشرائع الأموال وشرائع المعلوماتية وكل ما له صلة بالشرائع الخصوصية الحديثة منها أو الخصوصية التي لم يتفرق لها المشرع الكامل أو التي تفرق لها بصورة صحية مع الاستفادة من وسائل الحديثة لإلقاء بيداغوجية متفعلة تتيح في الدعم عن مجال السوق الاقتصادي الوطني والدولي لإعادة النظر في أهداف المعهد وما يكفي مما يسمح بإعطاء الوسائل الكافية لتزكية التفاصيل وتحقيق على وحي العام الخارجي لديه وتحديد مناهج وطرق تدريسه أن يتمتع المعهد وطن الدراسة القضائية السوق لازم إدارة المعهد والتداول في جميع المسائل المتعلقة بما أمن المعهد وتدبيرها قيام المعهد القضائي والاستراتيجية لتنمية التصميم القضائي باستمرار من موقع المجتمع والتدبير الاقتصادي واجتماعيا وذلك خصوصا تقييد كل تدابير المصنع التخصصي بما يوافق الاهداف المنصوصه من جهات اولى وضروره تدفع القضاء على العالم الخارجي من جهه اخرى. كذلك اقترح تخصيص نسبه معينه من كل حكومه القضائيين بما يسمى القادم المتخصص وتطور الاحداث القضائيه ودوريه وعلميه وثقافيه تضطرب وجود قاضي متخصص كل حتى في مجال علم الماليه العامه المحاسبه وكذا علم النصره والجرائم المعلوماتيه وكذا علم الجرائم الحديثه والمستقبليه كما ان كل محقق قضائي يمثل